صباح الخير والهنا على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج الحياة مع نهى، كل يوم خميس الساعة 11 إلا ربع صباحا. يا ترى عاملين إيه في البرد النهاردة والجو والمطر؟ طبعا بتمنى السلامة لكل الناس اللي ماشية على الطرق السريعة، وبرجو منهم توخي الحذر وعدم السرعة على الطرق حفاظا على أرواحهم وأرواح كل الناس إن شاء الله، ربنا يسلم طريقكم جميعا. حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا هيكون فيها أكتر من فقرة، هيكون معنا فقرة بعنوان فن الطرب الأصيل. فن الطرب الأصيل هنحاول أن احنا نستعيد الطرب الجميل مع شاب ومطرب صاعد. طبعا احنا كلنا ملاحظين المجهود والعمل المستمر من دكتور إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة منذ توليها الوزارة، والمجهود الملحوظ وإعادة افتتاح وتأهيل قصور الثقافة في المحافظات من ضمنها قصر ثقافة طنطا، واللي هيكون معانا النهاردة الشاب شهاب كمال من قصر ثقافة طنطا ومن مدينة طنطا هينورنا وهنستمتع معاه بفن الطرب الأصيل. خليكم معايا، دي هتكون فقرتنا الثانية. أما فقرتنا الأولى فهيكون معانا تقرير وتغطية شاملة للمؤتمر السنوي العاشر للتسامح والسلام، واللي نظمته منظمة التسامح والسلام في دورتها العاشرة وتحت شعار التنوع والتكامل والتعايش المشترك. حضر المؤتمر العديد من الشخصيات العامة من مصر و12 دولة عربية وأجنبية، وهيكون ضيفي النهاردة الشريف دكتور حمدي أنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وخبير التنمية البشرية. هنتكلم معاه وهنتناقش في المؤتمر وفعاليات المؤتمر، وهنعرف منه تفاصيل كتير بعد ما نطلع التقرير ونرجع لكم على طول. استنونا. أسعد الله مساءكم بكل خير، معكم مي البحيري، وأتشرف بتقديم هذا المؤتمر الكريم بالمشاركة مع زميلي بهاء الملكي. أود في البداية أن أرحب بأصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام. من مصر السلام، مصر التي تنبض بمئة مليون قلب عاشق للتسامح. من مصر البيت الكبير الذي يفتح أبوابه دائما وأبدا لكل محب للسلام. حضرتك شايف ازاي المؤتمر ده ممكن يساعدنا في ان احنا ننهي الصراعات السياسية والاجتماعية؟ مهم جدا انهاء الصراعات والخلافات التي تترنح فيها كثير من الدول اليوم، وبدل ان تبدد مليارات العملات في اسلحة الدمار الشامل تصرف للبطون الجائعة وللبلاد وللاقليات وللنهوض وللتقدم بدل هذا التراجع. وأدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى التسامح وإلى السلام. شكرا جزيلا. إزاي ممكن ننشر ثقافة التعايش السلمي ما بين الناس؟ ونشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش السلمي بين المجتمع هو دور المؤسسات الإعلامية والتعليمية، ده هو الدور الكبير جدا، ثم بعد ذلك المناهج التعليمية تبقى فيها الإعلام. وإحنا عندنا مؤتمر مهرجان دولي السنة القادمة عن الإعلام، دور الإعلام، بمعنى أن أفضل مسلسل بينشر ثقافة التسامح والسلام، أفضل فيلم، أفضل قصة روائية، أفضل كتاب، أفضل مسرحية، كل مجالات الفن كلها هنعمل لها مسابقات وجوائز قيمة لنشر ثقافة التسامح والسلام في هذا التوقيت. إزاي ممكن أن إحنا نفعل دور التعايش السلمي ما بين الناس؟ والله الموضوع ده طبعا موضوع كبير جدا، والدين بتاعنا بيحث على التسامح بين الشعوب كلها. ربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم في أكثر الآيات بيقول يا أيها الناس، أيها الناس يعني كل الشعوب أيا كانت ديانتهم وأيا كانت هويتهم. فإحنا المفروض أن نتمسك بديننا في الجزئية دي، المحبة بيننا وبين الشعوب كلها وبين الأديان، دي لازم تبقى مبدأنا سواء احنا مصريين او عرب. كل الشعوب كلها شعوب، يعني زي ما بنقول كلنا اولاد ادم، زي ما بالبلدي بنقول احنا كلنا اولاد ادم. فالمحبة دي جزء لا يتجزأ من الدين، وانا بعتبر ان كل انسان مهمته
انه يفعل الجزئيه دي تفعيل فعلي لسلوكه. كلمنا عن مشاركه حضرتك في مؤتمر التسامح والسلام في دورته العاشره النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه احب اشكركم على الاستضافه الجميله انتم كقناه الحياه الصحه والجمال، وهذا ما هو غريب على استضافتكم الجميله. واحب ايضا اضيف شكري للسيد الدكتور حمدي قنديل على استضافته لنا، وفي الحقيقه هو تكليف وليس تشريف ان نكون سفراء للسلام والتسامح، وما هو غريب على ارض مصر الحبيبه استضافتنا وفي مثل هذه المنظمات والفعاليات. واليوم ما شاء الله يعني كان حضور لفضيله المشايخ والعلماء وايضا من الوزراء والسفراء، وهذا يدل على قوه نشاط المؤسسه وتلاحمها لنشر ثقافة السلام حول العالم. ونحن طبعا دورنا كمشاركة في هذه المنظمة تفعيل وتنشيط الدور المجتمعي بأن يكون بالسلام والتسامح والاستدامة دائما إن شاء الله. إن عن مشاركتك النهاردة في مؤتمر التعايش والسلام في دورته العاشرة. والله مؤتمر التعايش والسلام هي دعوة للتسامح والسلام والعيش المشترك ما بين الناس وبعضيها. طبعا ده شيء كويس جدا، حضنا عليه إسلامنا وجميع الديانات النازلة السماوية، وده شيء جميل بيخلي فيه محبة وسلام، عدم نبذ العنصرية ونبذ التفرقة، وبتتيح فرصة للعيش السلام ما بين أفراد المجتمع، سواء المجتمع الصغير اللي هو كالأسرة أو المجتمع الكبير كالمدينة أو الدولة أو ما بين الدول المشاركة منها وبين بعضها مع اختلاف جنسياتهم وألوانهم وثقافاتهم واتجاهاتهم. إن عن مشاركة حياتك النهاردة في مؤتمر التسامح والسلام في دورته العاشرة. والله أنا كنت الأول من سنتين كرموني أن أنا أبقى سفير نوايا سفير التسامح والسلام، واليوم بيكرموني بأكون نوبل العرب للتسامح، جائزة نوبل العرب للتسامح. طبعا دي من أحسن الأشياء اللي الواحد بيحصل عليها، أن هو يكون إنسان متسامح أو يعني يحاول يدي التسامح لكل مبادراته. أنا عملت مبادرات كتير كانت في مصر وكانت في الإمارات وبالأردن، بالنسبة للسوريين في الأردن، بالنسبة للسوريين كمان في لبنان، وعملت في مصر اللي هي طبعا من أكبر المبادرات اللي هي كانت أبو الريش، مستشفى أبو الريش اللي قاموا عليها بعد كده أعمال كتيرة، والحمد لله أنا اللي كنت صاحب الخطة بتاعتها وصاحب المبادرة بتاعتها يعني. فده يمكن سبب تكريمهم ليا إن هم يدوني نوبل العرب للتسامح. كلمنا عن مشاركة حياتك النهاردة. احنا ماسكين إدارة تنظيم المؤتمر النهاردة، كان امبارح في أكاديمية طيبة والنهاردة في فندق الفور سيزون. مؤتمر التسامح والسلام في الدورة دي الدورة العاشرة بعنوان اللي هو العيش المشترك والتنوع والتكامل، هي مسألة مهمة جدا خاصة في ظل الظروف اللي موجودة بتمر بالعالم كلها من حروب ومن صراعات من اختلافات، فده محتاج ان احنا نأكد على مبدأ التسامح، مبدأ ان احنا كلنا نبقى متكاملين مع بعض، يبقى في تعايش مشترك وسط الجميع بالرغم من اختلاف اللغة باختلاف الثقافة باختلاف العادات والتقاليد، فلازم كل الشعوب كلها تبدأ تتكاتف مع بعضها البعض عشان نوصل لحل، نوصل لمبادرات فعلية وليست مجرد كلام او مجرد تنظيم. العاشر للتسامح والسلام والذي عقد تحت شعار العيش المشترك التنوع والتكامل عقد على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر بأكاديمية طيبة بالمعادي وهنا في فندق فور سيزون بالجيزة. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونلتقي في العام القادم ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وبعد التقرير، بنرحب بضيفنا اللي موجود معنا النهاردة الشريف دكتور حمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وخبير التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور النهاردة، منورنا في حلقتنا. طبعا تابعنا التقرير وفعاليات المؤتمر العاشر للتسامح والسلام، وشفنا طبعا حرص العديد من الشخصيات على حضور المؤتمر زي دكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وكمان السفير محمد العرابي وزير الخارجية، وأيضا مستشار عدلي حسين رئيس هيئة الحكماء السلام، وبعض السفراء من الدول المختلفة. طبعا كان مؤتمر قوي جدا وحضروا العديد من الشخصيات.
عايزين نعرف من حضرتك دور المنظمة في خدمة المجتمع، وعرفنا أكتر على الفعاليات اللي بتعملوها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم يعني، وأشكر القائمين على البرنامج اللي ما زالوا جهد من التغطية حصرية على المؤتمر. شكرا. دور منظمة التسامح والسلام هو نشر ثقافة التسامح والسلام عبر المسابقات واللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية. دور المنظمة في نشر قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي وقبول الآخر. يعني بتركزوا أكتر على قيمة التسامح والسلام في المنظمة، بما أن اسم المنظمة منظمة التسامح والسلام، فهو ده اللي بتحاولوا ترفعوا وعي المجتمع بأنه ينبذ العنف، وطبعا في ظل الإرهاب اللي احنا فيه دلوقتي والعنف اللي بنشوفه دايما ما بين الناس، حتى الطلبة في المدارس بقى يعني أسلوبهم مع بعض، وفي عنف شديد جدا في ظل كمان الألعاب اللي بيلعبوها كلها تقريبا حروب وقتال. فأنتوا حابين أنكم ترفعوا الوعي في جزئية التسامح، لأن احنا محتاجين فعلا لده في الوقت الحالي. قيم التسامح والسلام من الأخلاق النبيلة طبعا، وهي مرجعية الإسلام. يعني قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي وقبول الآخر وقبول المختلف، والاختلاف بمناسبة المؤتمر بيبقى المختلف، الاختلاف يؤدي الى التنوع والى التكامل يعني. فقوة المجتمع وقوة الأسرة من خلال قيمة التسامح والسلام. إذا تم بناء قيم التسامح والسلام في المجتمع وفي الأسرة، فبالتالي سيكون ايه مجتمع قوي ضد التطرف وضد الإرهاب، لأن التسامح هو ضد التطرف، ضد التطرف الفكري والتطرف الثقافي والتطرف الديني والإرهاب وجميع أنواع الإرهاب. فقيم التسامح والسلام لو نشرت وتم دعمها وتعزيزها في مصر وفي البلدان العربية، سنجد مجتمع قوي جدا جدا، سنجد شباب لا عنف، شباب متحضر عنده سلام نفسي، عنده سلام نفسي زي ما قلتي، الشباب يكون عنده وعي ضد التحديات الثقافية والتعدد الثقافي والتعدد الأديان وضد الإرهاب والتطرف، ويقدر يتعايش مع الاختلاف مع الآخر، لأن احنا المجتمع دلوقتي مجتمع مليء بالجنسيات ومفتوح يعني مش زي الأول. طبعا الأطفال من سن صغير جدا معاها الموبايل وبتعمل شات مع كل الناس في كل العالم، فالعالم بالنسبة له قرية صغيرة، قرية صغيرة يعني اللي يكون عنده حصانة ضد الأفكار وضد الثقافات المتعددة أمامه. فلغة التسامح يعني معناه أنه لا يحمل ضغينة أو حقد أو لا يحمل أذى لحدث حصل في الماضي. ده التسامح. أما السلام هو بناء المستقبل وبناء الحاضر يعني. تمام. طيب نعمل إيه بقى؟ يعني إحنا عايزين نوعي الأسرة، الأم والأب، في التربية، في طريقة التربية للنشء الجديد والأبنائهم، إنه فعلا يبقوا يتحلوا بخلق التسامح. لأن طبعا حضرتك عارف برضو إن التسامح خلق مش سهل الواحد يتحلى بيه، هو بيبقى محتاج قوة أكتر من أي خلق تاني، لأن علشان تسامح حد أذاك أو يعني عرضك لأذى، دي محتاجة قوة في الشخصية، يعني مش بسهولة إن الواحد بيسامح. فإزاي إن الأسرة، الأب والأم، ينموا في أولادهم القيمة دي؟ أولا دور الأسرة، و يعني الأسرة هي إحدى مؤسسات الناشئة للتربية في الأسرة، لأن هي الوحدة الأولى يقابلها الطفل طبعا في أول مرحلة من حياته. فالأب والأم إذا كان عندهم ثقافة التسامح والسلام وقيم الأخلاق ولغة الحوار وقبول الآخر في نفسه في الأسرة والتربية الديمقراطية وتربية الرأي الآخر، فبالتالي هي يعني هننشأ طفل سوي، طفل شخصية قوية، شخصية قيادية، شخصية مبدعة بيخرج للمجتمع. أما الأسرة إذا كانت ضعيفة لا يوجد فيها ديمقراطية ولا يوجد فيها حب ولا يوجد فيها تعاون، هو الأوامر تتنفذ الأوامر, الأوامر. يعني مثلا بعض الأسر بتتشبه نفسها بالنيابة، سين وجين سين وجين سين وجين يومين، نظام الاستجواب وفي أسر الاستجواب يعني بعض الأسر، مش هنقول الأسر كلها بس، ولكن هم مفهوم التربية مختلف عن الأسرة الأسرة. فيعني عملوا اندماج بين الرعاية وبين التربية، الرعاية شيء والتربية شيء آخر. التربية معناها بناء الطفل الإنسان، لأن أفضل مرحلة للإنسان هي مرحلة الطفولة،
وأول مرحلة في مرحلة الإنسان اللي هي الطفولة بيبدأ يأخذ من الأب والأم. فإذا كان الأب والأم غير متسامحين غير متفاهمين، فبالتالي يولد طفل عنده أمراض نفسية زي ما نجدها في المجتمع دلوقتي، في بعض المجتمعات في المدارس العنف، الطفل خد العنف يا اما خده من الاسره، وده شيء كبير بسبب المشاكل الزوجيه، بسبب المشاكل لا يوجد احترام، لا يوجد عدم تفاهم، عدم الحوار والكلام. بعد ذلك لما الطفل بيكبر بيطالب بالديمقراطيه والحريه، اذا كان انت اصلا خارج من مؤسسه اصلا الاسريه اللي هي الاساس الاول لك، ما عندك دكتاتوريه واستبداد وكلام، ويمارسوا دور القاضي ودور الشرطه ودور كذا، لا وده خطا، يعني ده خطا من كده. فلازم الاب والام اولا رقم واحد يكون يتفاهموا. يعني ايه التسامح؟ هو التسامح هو الاحترام الاخر، احترام الاسره افرادها، كي ينشا الطفل شخصيه مبدعه. الزوجه والزوج معروف ان هما في اختلاف، اختلاف في الفكر واختلاف في الثقافه والكلام ده كله، بس الطفل يجد بينهم قدوه في الاحترام الاخر، في احترام القوانين التي تضع في الاسره، احترام اللي يجد والده او باباه او ابوه ان هو بيحترم امه وامه بيحترم في احترام. انه مهما اختلفوا يعني يبقى في ثقافه الاختلاف، وما يبقاش الاسلوب العنف والصوت العالي، لا هنقعد هنتحاور هنختلف، ولكن في الاخر بنحاول نوصل لحل للمشكله بهدوء بدون عنف بدون صوت عالي، وبالتالي الولد بيشوف نموذج للغة الحوار المتسامحة ما بين الأب والأم، وبينشأ على هذا الأساس. وهو دي ثقافته اللي ياخدها بعد أول ما بيكبر وبيتجوز، بيخد ثقافة والده اللي اسمها الكرتونة، خد الكرتونة معاه بيعيدها تاني. يعني لا يحترم زوجته، لا يحترم أهل بيته، لا يحترم الأولاد، فهو خد الثقافة منين؟ من المؤسسة الأولى اللي هي مؤسسة الأسرة. فمؤسسة الأسرة هي اللي بتبني المجتمع، لأن الأسرة الطفل هو عضو في أسرة والأسرة عضو في المجتمع. طبعا. فحضارة المجتمع هي بتبقى مسؤولية المجتمع نفسه، يعني مسؤولية الأسرة. الأب والأم أولا عندهم مسؤولية، مسؤولية التربية، مسؤولية الثقافة، مسؤولية نشر التسامح في الديني، مسؤولية الديمقراطية في الأسرة. فعشان يخلق طفل قائد ومبدع ومساهم في بناء المجتمع، الأب والأم إذا بينهم أي خلافات فالأفضل لهم بيختاروا وقت مناسب يكون بعيد عن الأطفال، بعيد عن كذا، وبلغة الحوار. يعني فاقد الشيء لا يعطيه. صح. اذا لم تمارس الحب، فلذلك هتلاقي بعض الاسر ليس كلهم خزانات الحب مفقوده تماما، زيرو، يعني صفر كده، الخزان كده تشوف الخزان الحب زي خزان الميه كده، مفيش حب خالص، مفيش تآلف، مفيش موده، مفيش رحمه. وكتر المشاكل والمشاحنات دي بتضيع المشاعر وبتضيع الطفل. ما بيجي يشحن يعني هيشحن منين؟ يعني هو بياخد شحن طاقه سلبيه، بياخد سلبيات كتيره من الاب والام، بياخد تناقض في الافكار، تناقض في القيم، وتناقض في الخلافات، في الصوت العالي، فده كان كله تناقض. فاصبح الطفل ما عندوش خزانات، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه طفل وممتلئ بالحب والايجابيه والتفاؤل والامل، طفل عنده حماس. هو بيبقى زي السفنجه، احنا اللي بنشربه بقى كل القيم والمبادئ اللي احنا عايزين نديها له، يعني لان يعني كل ده مكتسب. هو ما فيش طفل بيكتسب بيولد عنيف او عنيد، وبعد كده بيكتسب من المؤسسه التعليميه، وبعد كده يكتسب من طبعا دور المدرسه بقى، بعد كده بيكتسب من المؤسسه الاعلاميه. ما الاعلام هو اكبر مؤسسه تنشر الثقافه وتاثر في المجتمع، سواء ثقافه ايجابيه سواء ثقافه سلبيه. فاول شيء اللي هو الحصانه والحضانه الاولى للطفل هو الاسره. فالاسره اليوم النهارده هي عليها مسؤوليه كبيره جدا. الاب لازما يعني اول شيء اللي هو ان يعرف ان هو مسؤول الاول عن الاسره، مسؤول عن الزوجه ومسؤول عن الاولاد في التربيه، لانك بتخلق جيل يا اما جيل سلبي او جيل ايجابي، والنتيجه احنا شايفينها. يعني النتيجه للأسف. احنا بنقول ان دور المؤسسات والمجتمعيه مهم جدا في انها تعمل زي كورسات، علشان برضو احنا شبابنا والجيل اللي موجود محتاج يعرف ازاي يربي اولاده. يعني احنا ما بنترباش على ده، الثقافه اللي عارفين الرعايه، لا اللبس والشرب والاكل والمدرسه، ده كله رعايه. اما كتربيه هي تربيه القيم وتربيه المبادئ وتربيه المسؤوليه، زي تربي طفل انه يكون مسؤول عن نفسه وعن اسرته وعن مجتمعه. يعني في المدرسه تربيه العنف النهارده، يعني في تربيه العنف اللي ضربك اضربه. واحنا يعني الحملات اللي معموله ضد التنمر طبعا، واللي بيحصل في المدارس دي حاجه مهمه جدا، شايفاها انها يعني مهمه جدا في وقتنا ده، لان فعلا العنف زاد جدا بين الطلبه في المدارس وبين الناس عموما. يعني ولغه قيم التسامح لو نشرت في المدارس، هو ضربني لازم اخد حقي.
وبين المعلمين، يعني المعلم هو قدوة للطفل. صح. في اول مراحل الطفوله من عندك من الكي جي 1 الى التعليم الجامعي. المعلم النهارده لو اصبح ان هو مسؤول برضو عن مجتمعه وعن مدرسته وعن كذا، ينشر ثقافه التسامح والسلام بين المدرسين وبين الطلاب والمدرسين. هستاذنك ناخد تليفون. اتفضلي ام احمد معانا. ايوه مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي معاك يا الهوا. حضرتك ممكن اكلم الدكتور بس؟ طبعا دكتور حمدي مع حضرتك. المشكله عندي يعني دخول حماتي في حياتي، يعني تدخل حماتك في حياتك الاسريه. والمشكله بقى في حاجه زوجي هو وحماتي، اي حاجه ادق التفاصيل بيطلعها وشنع بيها بره، وهو وحماتي اتنين مع بعض. بيحكي لها على كل حاجه. حضرتك سامعها؟ نعم. اتفضلي معاكي. المشكله في حاجه يعني كتر ضغط وكذا مره مشاكل، والمشكله دلوقتي يعني بقيت عصبيه جامد. يعني ده خلاكي بقيتي عصبيه؟ بصبر مش مشكله، بصبر بقول عشان الحياه تمشي. المشكله في ابني بقى بيقلده في كل حاجه. بيقلد باباه مثلا، يحاول يتعامل عنفي معايا، يشتمني، يحاول يمدده عليا، بيقلده في كل حاجه. انا بقى مشكلتي انا بس بقول له مره واثنين وثلاثه، وساعات بتعصب على ابني. عايزه تعرفي بصراحه انا بتكلم واقول له انت شبه باباك، ليه بتقلد باباك في كل حاجه؟ يعني ليه يا ابني كل حاجه بتقلد باباك؟ باباك كويس وكل حاجه، بس ما لقاش الاسره اللي هو عايش فيها، ما لقاش حد يوجهه للصح. انا كده غلط وكده صح. طيب احنا هنعرف من دكتور حمدي دلوقتي ازاي تتصرفي مع ابنك، وايه الطريقه اللي المفروض تعمليها معاه. طب هو صح انها تقول له اصلا يعني ان انت بقيت زي باباك او بتتصرف زيه او كده يا دكتور؟ الجزئيه دي مظبوطه؟ اولا غياب القدوه. غياب القدوه في الاسره طبعا مفقود. اثنين المراه هي الضحيه. استحملي عشان الاولاد، استحملي عشان الناس، استحملي على الموقف ده نقطه. يعني لغه الحوار مفقوده بينهم في الاسره. وافضل شيء للام اللي اتصلت يعني المفروض هي بتقعد مع زوجها. يا اما بتتدخل طرف اخر في الموضوع. المهم يتفقوا على اسس وقوانين يمشوا بها في البيت. هو يبداوا بالحوار، يعني اي شيء بينه وبينك بالحوار، لا رفع صوت ولا كذا. وعلى الزوج لازم يفهم ان هو مسؤوليه كامله عن كل شيء، سواء ايجابي او سواء سلبي، لان هو اللي هيعود عليه في الاخر. يعني ما يجيش يحمل الام يقول لها ما دي نتيجه تربيتك وده هو مسؤول عن التربيه. اصل كل الاباء النهارده فاقدين المشاركه في التربيه، وده خطا جدا. ولذلك الاب فاهم ان ابنه محتاج فلوس. لا، الابن مش محتاج جيبك خالص ولا جيب فلوس، هو محتاجك انت، او محتاج تديله وقتك. تديله اقول لك المسؤوليات. طبعا في مسؤوليات، وفي وبسبب ضغوط الحياه النهارده غير بره البيت فتره طويله، بيبقى فتره. بس هو لازم يكون عنده الادراك. بيقول ايه؟ انه ويفهم ان هو مسؤول عن اسره تربويا، وليس بنك للاسراف والانفاق والكلام ده. النقطه الثانيه ان هو اي خلاف بينه وبين زوجته وبين الام الاولاد يكون بعيد عن الاطفال خالص نهائيا. لا يبدا، ولكن يبدا مع بالاحترام، فقدان الاحترام. الاب يفقد احترام زوجته قدام الاولاد. الاب الابن اولا هيطلع لا يحترم ابوه ولا يحترم امه، وده النتيجه اللي بنشوفها في الشارع. مفيش قدوه للطفل خالص، ما عندوش قدوه لحد خالص. تمام. فهتلاقي الصوت العالي بتاع اسره بتسلم لاسره، جيل وتسلم جيل. تمام. والنتيجه بيقول لك احنا العالم الثالث. العالم الثالث سببه عدم التربيه الصحيحه. وعدم لغه الحوار وقبول الاخر في الاسره نفسها. طيب عايزين نعرف من حضرتك بقى سريعا، لان للاسف وقت الفقره ضاق بينا وقرب ينتهي. في مؤتمر بتنظمه المنظمه قريب في شهر 4، مسابقه لل مسابقات. احنا عاملين مؤتمر هو مر في دبي في اول 4، واخر 4 هيبقى في القاهره. بيتعمل فيه مسابقات. المؤتمر ده هينظم مسابقات للمؤسسات التعليميه والاعلاميه والكتاب والفكر، تعزيزا لجوده السيد الرئيس في دعم ونشر ثقافه التسامح والسلام ولغه الحوار، وتجديد الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب السياسي والخطاب الاعلامي.
ده احنا بنعمل مسابقات على هذه المحاور. افضل برنامج تلفزيوني، افضل سيناريو، افضل فيلم، افضل مسلسل، افضل جداً. قصه، افضل مسرحيه على مستوى العالم، مش الجمهوريه بس، على مستوى كي نعزز، لان المؤسسه العالميه من اكبر المؤسسات للأسرة وللطفل طبعا. وللمواطن نشر هي نشر الوعي والثقافة، لأن هو مركز عالمي طبعا. لنشر الثقافة وتأثيره على المجتمع. طبعا طبعا، شرفتنا في حلقتنا النهاردة دكتور حمدي، وإن شاء الله يعني نتمنى وجود حضرتك معنا بعد كده، وهنتابع مع حضرتك المسابقة، وإن شاء الله برضو هيبقى لينا صفقة في تغطية المسابقة إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول، استنونا مع فقرة الفن والطرب الأصيل.